نفس المقاعد التي حصلوا عليها في أول انتخابات تشريعية على الإطلاق، ولن يحصلوا لا هم ولا أي أحد من التيار الإسلامي. هناك شيء جوهري تغير في يعني الانطباع العام، أنه هذه الجماعات جماعات تربت في حضن الدين، وأنها أقل فسادا، وأنها تدرك العمل السياسي ولديها خبرة طويلة لأنها أسست في عام 1900. أستاذة نوران، أستاذة نوران اسمحي لي بمداخلة. نعم خلاص. كما اقتحمت عناصر أمنية مصرية استوديو قناة الجزيرة مباشر مصر، وذلك أثناء البث المباشر لنقل ما يجري في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي. كما أجبرت قوات أمنية العاملين والضيوف بالتوقف عن الكلام، وقد وثقت الجزيرة بالصوت أمر قوات الأمن بإيقاف البث، بينما كان النقل المباشر يعرض الصورة من ميدان التحرير. الاجتماع كان في هذه الروح، أم هو يتحدث من وجهة نظره، أم أنه يجب أن يقبح جميعا. معنا من القاهرة دكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. دكتور عمارة، تطورات متلاحقة تشهدها مصر منذ الإعلان عن البيان من قبل الفريق السيسي، وحتى بعد ذلك الكلمة المسجلة للرئيس محمد مرسي. دعنا في آخر هذه التطورات من قبلكم أنتم كحرية وعدالة، كيف تتابعون هذا يعني المشروع؟ دعيني أقول أن أنا كنت أحد الضيوف حينما اقتحمت الشرطة قناة الجزيرة مباشر مصر، ومعي الضيف الآخر لواء مدير مخابرات المصرية السابق، وفوجئنا بأثناء البث المباشر ما تنشرين الآن هو صوتي. دخل عدد كبير من اناس يلبسون زيا مدنيا وقالوا اتفضلوا اتفضلوا كما تقولين. انا تصورتهم من المتظاهرين المحتجين او الى اخره. طب مين انتوا يا جماعه؟ طب عايزين نفهم انتوا حضراتكم مين؟ هات بطاقتك، هات موبايلك، هات كذا هات كذا. طب حضراتكم مين؟ هتعرفوا بعدين. استمر هذا الوضع لفتره لا نعرف من الذي يعني هؤلاء الذين ياخذون البطاقات واللابتوب والموبايلات. ثم عرفنا بعد ذلك انهم من مباحث الجيش. اخذ هذا الوقت فتره طويله، واخذوا اللابتوب واخذوا بعض الكمبيوترات، ثم انزلوا طاقم الجزيره بالكامل الى سياره ترحيلات. هذا يعني امر يعني في رايي امر مؤسف للغايه. كنا نتحدث قبل ان يهاجمونا على فكره اغلاق ما حدث لاغلاق مصر 25 والناس والحافظ، وقلنا ان هذا عمل مدان لم يتم في خلال حكم، لم يتم اطلاقا بعد الثوره، وكنا نعتبر ان هذا فعلا استثنائيا. فإذا بنا نجد يعني أشياء ذكرتنا ليس بعصر مبارك وما كان فيه من استبداد، بل ربما رجعنا القرقرة إلى الستينات مرة أخرى. هذا أمر في منتهى الخطورة، هذه ممارسات في غاية السلبية. هل تتوقع سيد سعد أن ما حدث لقناة الجزيرة مباشر وحتى مكتبنا الجزيرة هناك في القاهرة كان مخطط له من قبل؟
يعني انا اتصور ان هذا الامر ربما يعني هناك حمله تستهدف بعض القنوات، بدليل ان القنوات ال 25 والناس والحافظ ربما اغلقت في وقت واحد وقطع عن الارسال. ثم هذا الهجوم المباغت الخطير جدا، وكنا نتحدث عن ان قبلها بدقائق عن ان اخطر ما في هذا الموضوع وما يحدث الان من انقلاب على الشرعيه انه يعيدنا الى 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 ما قبل 25 يناير، ولم يكن يصدق احد. كنت اقول هذا الكلام واقول ان الدكتور مرسي تمسك بموقفه بشرعيته لانه يرى ان هناك خطوره شديده جدا من هذا الانقلاب على الدستور وعلى القانون، وبالتالي كيف بعد هذه الثوره العظيمه يحدث هذا الموقف لاول مره. فكرتني بما يحدث من اعتقالات لي في مرات سابقه في عصر مبارك.